أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية تستمد قوتها من الروابط الأخوية التي تجمع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وشعبي البلدين الشقيقين، مشيرا سعادته إلى أن المواقف والظروف على مدى تاريخ المملكتين الشقيقتين العريق تثبت أن الوطن واحد والشعب واحد. جاء ذلك لدى استقبال معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير الإعلام المكلف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لسعادة وزير الإعلام في قصر الضيافة بمكة المكرمة في إطار الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة رسمية تلقاها سعادته من معالي وزير الإعلام المكلف بالمملكة الشقيقة. وأعرب سعادة وزير الإعلام عن اعتزازه بحرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التواصل بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الإعلامية تنفيذا لرؤى وتوصيات مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يرأسه كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله. هذا وتم خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق المشترك عبر تشكيل لجان عمل مشتركة في مختلف القطاعات الإعلامية لاستدامة التواصل وتعزيز التنسيق الإعلامي بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين الشقيقين. كما جرى بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع الإعلام والاتصال والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. حتى خلال هذه الزيارة القصيرة من تنظيم في مكة المكرمة هذه الأرض المباركة اليوم اللي تستقبل 3 مليون معتمر من بداية رمضان، بنية تحتية عالية المستوى، احترافية في العمل. الحقيقة هذه دروس في الإدارة، من يتحمل هذا العبء في هذا الظرف الاستثنائي. نرى هناك دول أغلقت تماما والمملكة العربية السعودية ولله الحمد بقيادتها الحكيمة وبشعبها المخلص في خدمة هذا الدين الإسلامي. نرى تميز في استقبال ضيوف بيت الله، فالله يديم عليكم هذه النعمة.